موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة. قال العلماء: العصاة من الموحدين على ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم، يعني الحسنات غلبت السيئات، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، لأن السيئات بتاعتهم رجحت، سيئاتهم تقيلة، استغفر الله، حسناتهم رجحت وحسناتهم ثقيلة، فميزان الحسنات رجح، فهؤلاء يدخلون الجنة لا تمسهم النار. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، السيئات سببت في عدم دخولهم الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر أصحاب الأعراف. أما الطبقة الثالثة فهم قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الذنوب والفواحش والآثام، لكن معهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم للأسف بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم والعياذ بالله من يعني تغرقه النار والعياذ بالله، حتى أن منهم والعياذ بالله من تحرقه النار ولا تبقي إلا أثر السجود. وهذه الطبقة الثالثة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم بعد العقوبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء وسائر الشفعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطبقة الأولى، والحمد لله رب العالمين.